بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في منطقة الباب شرقية حلب، حيث خصصت مديرية التربية 6 مراكز امتحانية حصر الامتحان ضمنها ما يقرب من 1600 طالب وطالبة. طبعا انطلقت اليوم الاعمال الامتحانيه لطلاب المرحله الاعداديه الصف التاسع. لله الحمد كان عندنا في مدينه الباب 6 مراكز، 3 مراكز ذكور و 3 مراكز اناث. الاعداد الذكور 730 طالب، الاناث 941. لله الحمد كان الاقبال والحضور جيد جدا ونقدر نقول ممتاز. نسبة الحضور 97.47، الغياب يكاد لا يذكر يعني النسبة المتبقية. كان اليوم امتحان مادة اللغة العربية، لله الحمد الأسئلة كانت جيدة، تميل للسهولة أكثر ما تميل للصعوبة. يعني كان هناك خلية عمل من مديرية التربية للمجلس المحلي للبلديات من أجل تجهيز المراكز لأبنائنا الطلبي. تم توزيع الطلبي على القاعات ولله الحمد، وتوزيع القوائم الإسمية، نعم، وتم تجهيز كل ما يخص الامتحان. العكس، الأسئلة سهلة، بيكم سؤال صعب، لكن بشكل عام الأسئلة سهلة. الأجواء كويسة يعني منيحة، برأة الإيجابي، يعني كان في تجديد كتير يعني بين أسئلة يلون تكون مؤتمتي بين كلاسيكي. المؤتمت 4 علامات خربطت راحت عليك، أما الكلاسيكي بعد تصحيح يطلع لك علامة علامتين. الأداء كان ممتاز، الحفظ يعني اجتهدنا اجتهاد، بذلنا الجهد مشان نرى العلامات إن شاء الله، يفرحوا فينا أهلنا أساتذتنا، يعني كان كويس. واليوم الحمد لله أجانا الأسئلة سهلة، يعني فوق الاعتماد على حالنا إن شاء الله والتوكل على الله، يعني كانت أسئلة سهلة وحلينا كويس الحمد لله. ضل عنا امتحانات جغرافيا، تاريخ، رياضيات، تركي، إن شاء الله يعني مثل ما بدأنا إن شاء الله بننتهي. على الجهد والثقة إن شاء الله بأنفسنا، توكل على الله إن شاء الله. وفي عفرين بدأ أكثر من 1900 طالب وطالبة تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تجري بإشراف مديرية التربية والتعليم، حيث يتقدم للامتحان الطلاب النظاميون والأحرار. يتقدم الطلاب في مركز مدرسة الشهيد عبد القادر الصالح للامتحانات الرسمية للشهادة الإعدادية في مدينة عفرين، والتي تجري بعد عوائق كبيرة مرت على المنطقة، فالزلزال الذي ضربها أثر على سير العملية التعليمية وانقطاع الطلاب عن الدوام لفترة طويلة. صعب شوي بس يعني الحمد لله جلسنا حالنا والأساتذة ما قصروا الحمد لله. بتمنى أني أنجح وأرفع رأس أبوي هيك قدام العالم وهيك يعني. هلا والله الامتحان كان كتير مناسب وسهل، بس بتعرف الفترة الأولى صار هالزلازل والأمور هاي، نحن خفنا وتوقعنا رح تكون الأسئلة صعبة وهالأمور هاي، بس لا والله بالعكس الأسئلة كانت سهلة وكتير منيحة وما توترنا وقدمنا بكل سهولة. يعني هلا نحن لو ما زلزال يعني كان تقديمنا كويس والحمد لله، كمان بس تمينا متابعين ما وقفنا رغم الزلزال ما وقفنا والحمد لله كان تقديمنا كويس. تجري الامتحانات بإشراف من مديرية التربية والتعليم في عفرين، حيث يتقدم للامتحان أكثر من 1900 طالب وطالبة من النظاميين والأحرار موزعين على 6 مراكز امتحانية. بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية دورة عام 2023. عدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحان بلغ 1934 طالب وطالبة، توزعوا على 6 مراكز. هذه المراكز 4 نظاميين ومركزين الأحرار. بشكل عام تم تجهيز المراكز الامتحانية وتهيئة الأجواء الامتحانية بشكل جيد للطلاب، علما أن مديرية التربية أخذت بعين الاعتبار الأحداث التي جرت في المنطقة من الزلزال بعد الزلزال وانقطاع الطلاب عن التعليم، لذلك تم تخصيص نصف المنهج فقط الفصل الأول
ومن هذا القسم فقط وضعنا الأسئلة الامتحان. بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها، والتي ستجري بداية الشهر القادم، وهي الأهم بالنسبة للطلاب لتحديد مستقبلهم الجامعي. أسبوع وتنتهي معه الامتحانات بالنسبة لهؤلاء الطلاب، وفيها يتحدد مصيرهم ومسارهم التعليمي، والجميع يأمل بالنجاح وتحقيق أعلى الدرجات. هادي طاطين، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي. عبد اللطيف العيسى رئيس اللجنة التعليمية في المجلس المحلي لمدينة الباب، مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ حسام، يسعد لي مساك. يعني بدايه، يعني قبل ان نخوض في التفاصيل، يعني احد الطلبه كان يقول بانه الاسئله سهله، يعني هل هناك ستكون في المواد المقبله الاسئله ان تكون سهله؟ يعني حقيقة أستاذنا بشكل عام تم مراعاة الظروف اللي مرت بها المنطقة، ظروف الزلزال وغير ذلك، لذلك نحن عمليا خلينا نقول أنه بشكل عام تم العمل في معايير محددة لانتقاء الأسئلة. من الطبيعي جدا أن تتدرج من السهولة للصعوبة، أن تراعي الشمولية، ولكن بشكل عام اللي الطابع اللي غلب على مستوى الأسئلة، خلينا نقول هو بشكل عام هي الأسئلة متدرجة من السهولة للصعوبة وتميل للسهولة، والغاية من ذلك تماما مثل ما ذكر أحد أخوتنا في مدير التربية في مديرية تربية عفرين، وأنا بتابع التقرير اللي حضرتك من شوي، تماما هو مراعاة للظروف اللي مرت فيها المنطقة. يعني 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 منبشر الطلاب بانه اسئله المواد المقبله راح تكون سهله ان شاء الله. ان شاء الله. بدنا تفاصيل اكثر عن العمليه الامتحانيه للطلاب. نعم سامحني، ولكن احنا ما بنقول انه هي اسئله سهله، انما نحن بنقول هي تراعي ظروف الطلاب. هي تراعي ظروف الطلاب خاصه في مناطق الزلازل، يعني ما تكون اسئله صعبه على الطلاب. صحيح الله يبارك فيك. بالنسبه للتفاصيل، نعم حقيقة اليوم انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الصف التاسع في مدينة الباب، حيث بلغ عدد المسجلين 1727 طالب من الذكور والإناث، 941 طالبة، 786 طالب من الذكور. الحمد لله بلغت نسبة الحضور ما يقارب 98%، يعني عدد الحضور اليوم 1688، فيما تم تسجيل 39 حالة غياب فقط بنسبة خلينا نقول 2% أو 2.25 بالضبط. يعني نعم بالنسبة للصعوبات، نعم الصعوبات اللي واجه يعني واجهتوها خلال العملية الامتحانية. أستاذي الكريم، هلا عمليا خلينا نقول هي ليست المرة الأولى التي يتم إقامة امتحانات للشهادة الإعدادية، هذا العمل معمول به مسبقا منذ عام 2018، إنما هي المرة الأولى التي تكون فيها الامتحانات خلينا نقول بنموذج المؤتمت، لذلك هي ما في صعوبات، كان إنما فقط هي للمرة الأولى، المرة الأولى التي تكون فيها الامتحانات وفقا للنظام المؤتمت، بحيث يتقدم الطالب لمادة ب 25 سؤال بمدة 40 دقيقة. طبعا الآلية هي رح يتقدم بمادتين يوميا، كل مادة ب 25 سؤال ب 40 دقيقة، بما معناه المدة الامتحانية تكون 80 دقيقة لمادتين. نعم، يعني كنت تذكر مناطق الزلزال، يعني بالعودة إلى تلك المناطق هناك العديد من المدارس دمرت ومدارس أخرى تصدعت للأسف جراء الزلزال، يعني كيف تم التعامل مع الطلبة؟ كيف تم نقل قيود هؤلاء الطلبة للتقديم للامتحانات؟ تماما استاذنا، مراعاة للظروف تماما كما اسلفت حضرتك، مراعاة للظروف تم تحديد خلينا نقول مراعاة موضوع المطلوب والمحذوف من المنهاج، بالاضافه لموضوع المعايير في اختيار نموذج الاسئله، بحيث يتدرج مثل ما ذكرنا من السهوله الى اسئله سهله، اسئله متوسطه، واسئله جيده. نعم يعني لذلك نعم اكمل تفضل. تماما نعم، تقدم اليوم مثل ما ذكرت 1727 طالب، تم فرزهم على 6 مراكز امتحانية، 3 مراكز للذكور و3 مراكز للإناث. بلغ نسبة الحضور كما تفضلت 98%، فيما بلغت نسبة الغياب 2%.
نعم، بالنسبة يعني سيد عبد اللطيف العيسى، يعني بحسب التقرير يعني هناك العديد من الطلبة يعني فضلوا الامتحان التقليدي عن الامتحان المؤتمت. يعني أحد الطلبة قال إنه مثلا في حال إذا سؤال أنا ما عرفت أجاوب عليه أو كان جوابي كان خطأ فهو بتروح الأربع علامات، بينما بالتحرير ممكن حصل علامة أو علامتين بالإضافة لصعوبة تصحيح الأوراق. يعني أيهما أفضل، التقليدي أو المؤتمت، ولماذا اعتمدتم المؤتمت؟ تم اعتماد النظام المؤتمت أستاذي الكريم. كما تعلم أن في نظام التعليم لدينا في سوريا بشكل عام كان معتمد أنه الشهادة الإعدادية هي شهادة، بينما في نظام التعليم التركي هي تعتبر صفوف انتقالية. نعم، صف انتقالي. فلذلك العمل الآن خلينا نقول نحن عم نشتغل على خطة أن يكون وفقا لنظام تعليمي مقارب بين الطرفين. لذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية بشكل مماثل تماما للشهادة الثانوية المعمول بها منذ عام 2018 اللي هي بنفس النموذج وفقا لنظام الأتمتة، أيضا مادتين بنفس اليوم. نعم، رئيس اللجنة التعليمية في المجلس المحلي لمدينة الباب عبد اللطيف العيسى، شكرا لك ونتمنى التوفيق والتوفيق للطلبة في الامتحانات. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم الشمل، ألقاكم غدا بملفات أخرى.